عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم من القلب الخالص. مرة أخرى عدنا والعود أحمد. عندنا واحد المشكل ديال هاد البولة هادي، بعد المرات كيسحب ليه بنا يعني المهني بالنسبة لتشخيص السيارات. هذيك البولة كتبقى شاعلة، شي حد كي يخربق في الكونفيغوراسيون ديال الطابلو وكتبقى شاعله و تيحسبوها مشكل. كاين اللي تيقول حقا كاين مشكل في الكالكيلاتور ديال الطوموبيل، كاين مشكل في يعني في الطابلو، كاين مشكل هنا، كاين مشكل هنا. المهم الحمد لله راه توصلنا للحل ديالها اللي كتجبد هذا المشكل هذا، واللي كد يعني هذه البوله هذه اللي كتبقى شاعله. الى درتي الروميزا زيرو وباقى البوله شاعله، عرف بانه راه مخربقه من الكونفيغوراسيون ديال الطابلو، راه ماشي من الفيدونج كما شفتوا هنايا. ها هي، نجيو لهنايا نقلبوا بحال هكا، انت ما كاينش يعني حتى داك الساروت وداك الشيء، يعني راه محيد يعني ندير ليها الروميزا زيرو، يعني ما كاينش، ما طالعش لينا الروميزا زيرو، ولكن ديك البوله باقا شاعله. يعني واخا يعني تخدمها بالطابلو تخدمها بهذه ما عندك كيدير ليها. المهم الحمد لله وصلنا للحل ديالها كيفاش غادي تحيد. اللي عنده هذا المشكل هذا راه يقدر يحيدو هذيك البوله، المهم راه تحيد. الخدمه ديال الاخوان هي هذه، كتجي لهنا. انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو لانه بغينا المفيد. كتجي لهاد البلاصه هادي، كتجي لهاد البلاصه هادي، هادي سي سي ال سي ا سي سي، حيت كتعرف بعدا الكونتاكت ديالك شنو فيه، وخصك تعرف الطوموبيل ديالك شنو هي بعدا. بالنسبه للداسيا رونو خصك تعرف الطوموبيل ديالك شحال ديال العموريه فيها، الا كانت خاويه خاويه في مره راه لقيت لك الحل. الحل ديالك هو هذا، الا كان الطوموبيل خاويه خاويه في مره، هاد سي سي او اس ال او لا سي سي او لا، المهم غتلقى هاد الحويجات هادو هما هادو، ولا اس ال اونلي ولا اس سي سي، انت ما عندك ما دير بهم، غادي دير ويزاوت وغادي تكونفيرميها بحال هكا وغادي تهبط هنايا. راه هي باقا شاعله البوله كما كتشوفوا، راه هي. المهم غادي نكونفيغيريوها، وديما كما تنقول لكم الاخوان هاد الجوج هادو بعدو منو، هاد الجوج هادو ما عندكم ديروا بهم. الا بغيتي تخدم خدم هنا، وديما تبغي تخدم شي حاجه صور وما تخافش، يعني درتي مشكل حاول تحكم في راسك وما تخافش وغادي تصلح، لانها راه تجربه هذيك بحد ذاتها كتبرك هنايا. خصك تكونفيرما كما كتشوفوا البوله غادا طير، الطابلو شعل طفى، البوله خصها تمشي، راه هي مشات مع السلامه الحمد لله، الامور مزيانه. يعني ما تخافوا ما تضجروا ما والو، تحياتي لكم وتحيه الاخوان. وكما كنقولوا مره اخرى كنسالكم الدعوات ديالكم، وهذا ما كان، وتحياتي لكم من تيفلت.